حياكم الله من جديد. يعد القطاع العقاري من القطاعات الحيوية في السعودية، وجاء قرار مجلس الوزراء في العام 2017 بإنشاء هيئة العقار نظرا لأهميته. مؤخرا برزت طرق عديدة لاستغلال نظام الوساطة العقارية بالنصب والاحتيال. اليوم في هلا نناقش هذا الموضوع مع المتحدث الرسمي للهيئة وأبرز هذه الطرق والعقوبات التي تنتظر المحتلين. بالبداية دعونا نشاهد هذا التقرير الذي عده الزميل صالح بن حسن، وأعود لضيفي لفتح هذا الملف. تختلف حالات الاحتيال نتيجة لتطور التقنية الكبير، ولكون معظم الخدمات المصرفية والحكومية مرتبطة بالإنترنت. وبرز الاحتيال العقاري في الفترة الأخيرة عن طريق نشر إعلانات مضللة ووهمية في وسائل التواصل الاجتماعي لإيجار وحدات عقارية بأسعار مغرية، تسببت في الوقوع بفخ الاحتيال واستغلال عدم معرفة البعض وحاجتهم للمنزل. وعادة ما يستخدم المحتلون أساليب الضغط لحث المشتري على اتخاذ القرار والادعاء بأن العرض بسعر خاص ومتاح لفترة محدودة، وأن هناك العديد من المشترين الآخرين. وتعد جرائم الاحتيال من الجرائم التي أخذت طابع الانتشار وازداد خطرها في عصرنا نتيجة استخدام الوسائل التقنية الحديثة التي من خلالها يمارس المحتال أساليب ووسائل خداعية لاستدراج الضحية لسلب الأموال والأصول وإلحاق الضرر بهم. ونتساءل هنا، ما هي الطرق النظامية للحذر من فخ الاحتيال؟ وكيف تتصرف في حال الوقوع في عملية نصب عقارية؟ شكرا للزميل صالح بن حسن على هذا التقرير. أرحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار. حياك الله معنا مشعل، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا اليوم. عمرك سعد. الله يحييك. قبل ما يمكن ندخل في قضايا الاحتيال والوساطة والتفاصيل المرتبطة بها، خلينا ناخذ نبذة يعني عن الهيئة العامة للعقار. لماذا تأسست الهيئة العامة للعقار؟ وما هي أدوار الهيئة العامة للعقار؟ ما في شك، يمكن ذكرته حتى في بداية الحلقة، أنه أصبح اليوم القطاع العقاري واحد من أهم محركات الاقتصاد الوطني. اليوم القطاع العقاري يساهم بشكل كبير جدا في الناتج المحلي. خلنا نقول النهضة العقارية اللي تعيشها اليوم المملكة في ظل مستهدفات الرؤية شيء ضخم وشيء كبير جدا. جمال، في قبل شهر صدر تقرير من واحدة من الشركات العقارية الكبيرة في العالم اللي يعتد بتقاريرها. المملكة العربية السعودية اليوم أكبر منطقة بناء في العالم. البنية اللي موجودة اليوم في المملكة العربية السعودية شيء مهول جدا، وهذه كلها بدأت مع بداية الرؤية بالتحديد. بدينا نشوف المشاريع العملاقة، بدينا نشوف التشريعات اللي موجودة. لذلك كان من المهم جدا إيجاد جهة تشريعية رقابية إشرافية على هذا القطاع. وجاءت الفكرة بعد برنامج الإسكان، حيث انبثق من هذا البرنامج الهيئة العامة للعقار لتكون هي المسؤولة عن الإشراف على القطاع العقاري غير الحكومي بكافة أنواعه، هي المسؤولة عن اقتراح الأنظمة والتشريعات، هي المسؤولة عن الرقابة، هي المسؤولة عن التسجيل العيني للعقار اللي هو السجل العقاري اللي حنا بدأ هذه الأيام موجود في الرياض وجدة والدمام، هي المسؤولة عن المؤشرات العقارية للقطاع العقاري، هي المسؤولة عن رفع الوعي في القطاع العقاري وأيضا بناء القدرات البشرية فيه. لذلك الهيئة العامة للعقار خلنا نقول هي الجهة التشريعية المسؤولة عن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية باعتباره واحد من أهم القطاعات الاقتصادية. بالإضافة للرقابة. بالتأكيد. بالإضافة للرقابة. خلينا ندخل موضوعنا اليوم. الاحتيال العقاري موضوع يعني بدأ يخص صدى يمكن كبير عند كثير من الناس خلال الفترة الماضية، وكان في أشكال كثيرة للاحتيال، عمليات الاحتيال والنصب. لله الحمد يعني احنا ما نتكلم عن أرقام كبيرة ولا نتكلم عن عمليات ضخمة، نتكلم عن عمليات معدودة لكنها مزعجة بطبيعة الحال. بالتأكيد. أبغى أعرف منك بالضبط وش أنواع الاحتيال العقاري اللي نتكلم عنها، ومن اللي يشارك فيه في عمليات الاحتيال هذا؟ بالتأكيد. جمال، خلني بداية أؤكد على أنه المصطلح الحقيقي للعمليات اللي الآن الدارجة ويمكن اللي ذكر منها في التقرير هو احتيال مالي وليس احتيال عقاري.
خلني أعطيك رحلة المحتال كيف يبدأ في يعني خلنا نقول زراعة شباك الاحتيال حتى تقع فيها الضحية. المحتال يبدأ بداية من البحث عن عقارات في خلنا نقول شقق، خلنا نقول فلل، في أماكن الناس ترغب في أنها تستأجر فيها، سواء كانت في مناطق أعمال، مناطق سياحة، مناطق ترفيه، الناس اللي عادة ترغب أنها تشتري جاذبة. بالضبط. فلقى خلنا نقول شقة على سبيل المثال، خلنا نضرب مثال على حي يا هلا حتى ناخذ المثال بشكل مباشر. لقى حي يا هلا موجود، هذا الحي لقى فيه أسعار، لقى فيه شقق كثيرة، إلى الآن ما راح للضحية. خلنا نتكلم الآن، لقى الشقق، لقى كل شيء، اتصل على صاحب الشقة، شافها، اطلع عليها، راح لها، صورها، أخذ أفلام الفيديو اللي منشورة لها، أخذ الصور اللي موجودة لها وإعلاناتها إذا كانت منشورة في أحد المنصات اللي موجودة، جمع معلومات كاملة عن هذه الشقة وعرف كل تفاصيلها وأسعارها. هذه الخطوة. الخطوة الثانية بدأ بعرضها، ما له علاقة فيها هو، بدأ بعرضها، وغالبا يعني يلجأ المحتال إلى عرضها في المواقع اللي ما تكون لها عليها أو ما تكون عليها رقابة محكمة، مثل الواتساب مثلا، مثل التواصل الاجتماعي، التليجرام، بعض المنصات اللي عادة تكون خارج إطار التنظيم. لأنه الآن المنصات العقارية الحمد لله أصبحت كلها تحت الرقابة، يعني عندنا 22 منصة مرخصة، وبالتالي هذه تحت التنظيم، فلا يلجأ إلى شيء خارج التنظيم يضع الإعلانات فيه. جاء جمال شاف الشقة هذه المعروضة، الشقة في حي يا هلا روتانا معروف أن معدل سعرها 50,000، لقاها جمال ب30,000، سعر مغري جدا، يغريك، يسحب رجلك جدا. فأبدأ أتواصل معه وأبدأ أتفاوض معه، فمباشرة هو هيقول لك أنه هذه الشقة تعال شوفها، حتى ممكن يقول لك تعال شوفها وتروح تشوفها، لأنه هو قبل راح شافها واتفق مع حارس، عرف رقم سري خاصة أغلب الشقق اللي تصير فيها الاحتيال هي اللي عليها صندوق في رقم سري تاخذ مفتاح، ما يحتاج واحد يروح يفتح لك. عرف الرقم السري، قال لك روح افتحها وشفها، وشفتها وجبتها لك وشافوها، يلا تعال الآن نبدأ في عملية الشراء أو في عملية الاحتيال بالتحديد. فيبدأ يقول لك الآن إذا تبغاها ترى العربون، احنا قلنا لك 30,000، العربون 15,000، ولا ترى عندي اثنين الآن بتروح عليك. فيبدأ في الضغط على موضوع أنه أنا عندي غيرك حول لي، مجرد ما تحول له انتهى الموضوع. هذا واحد من يمكن من اشهر انواع الاحتيال، يختفي تماما، خلاص ما تدري انت من، انت حولت لشخص مجهول ما تعرف منه حتى وان كنت تملك رقم حسابه، لكن في الاخير لا عقد ولا وساطه ولا 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 اي شيء. النوع الثاني من الاحتيال لا، هذا شوي صار محترف اكثر، يجيك عن طريق العقود حقت الوساطه، ويجيك عن طريق بانه هو وسيط، ويجيك عن طريق بانه انا املك، أقدر أسوي لك الآن عقد بمنصة إيجار على سبيل المثال وأرسل لك هذا العقد، ومن خلاله أنت تقع في الضحية. من الذي مكن بالضبط، من الذي مكن هذا المحتال من أنه يكون معه رقم سري لوسيط؟ هو وسيط، وسيط بالأصل مرخص، وسيط مرخص، أعطاه معلومات، أعطاه المعلومات وأعطاه اليوزر حقه وأعطاه الرقم حقه وأعطاه رقم بطاقة الإحوال. رقفت على حالات من هالنوع. يمكن الخبر اللي انتشر أمس واليوم، يوم الجمعة اللي شفته يوم الجمعة، إيقاف اثنين أو حالة 92 وسيط للاشتباه في حالات احتيال من هذا النوع. والوسيط للأسف بجهل أحيانا يقع ضحية حتى هو، يعني هو بجهله بعجز ما يبغى يروح يكمل، أعطى هذا المحتال أنه رح تسوق لي وعطني آخر الشهر رقم معين وانتهى الموضوع. احنا خلصنا من التستر بالتجزئة، صار في تستر بال، أكمل معك لكن أستميها كنا ننتقل إلى فاصل قصير ونعود. حياكم الله من جديد، حديثنا في هذه الفقرة عن تفاصيل الاحتيال المالي العقاري، كما صحح لنا قبل قليل المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار سيد تيسير مفرج، وانضم معنا أيضا المحامي الأستاذ عبد المجيد الموسى. حياك الله معنا أستاذ عبد المجيد، سعيدين بحضورك معنا. أبعود بس الحديث معك سيد تيسير، قبل شوي يمكن أعطيتني رحلة الاحتيال بشكل عام. دائما الناس تسأل عمليات الاحتيال هذه تجي من داخل المملكة ولا من خارج المملكة؟ من الطرفين، من الاثنين، من الاثنين، وتقاد من تشكيلات عصابية ولا من أفراد؟ والله في بعضها تقاد من تشكيلات عصابية، خاصة اللي تجي من خارج المملكة تكون يعني أكثر خلنا نقول احترافية، تكون فيها فعلا شبكات كاملة. لذلك مهم جدا الحذر دائما من التواصل مع من
يعني لا 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 تثق بكل من يتواصل معك ويعرض عليك سلعة خاصة في موضوع الإيجار أو موضوع البيع، لأنه قد يكون أصلاً مو بصحيح، قد يكون هو يبيع شيء مبلى، قد يعرض حاجة أصلاً لا علاقة له فيها في موضوع العقار بالتحديد، يمكن يعرض شيء أصلاً ما بسلعة مبلى ولا يدري عنها. وشو نتأكد؟ أول نقطة، لا تتعامل إلا مع وسيط مرخص. وسيط مرخص أصدرت له رخصة من الهيئة العامة للعقار. طيب كيف أعرف أنه وسيط مرخص؟ الموقع في الهيئة العامة للعقار أتاح لك خاصية الاستعلام، أطلب منها رقم الرخصة وأطلب منها رقم ترخيص الإعلان. رقم الرخصة؟ رقم الرخصة حقتك أنت كمسوق، ورقم ترخيص الإعلان الخاص بعين العقار اللي جالس يسوقها. إذا رخصته ورقم الترخيص، رقم الترخيص. وبإمكانك بعد ما تأخذ الرقم تتحقق من خلال موقع الهيئة العامة للعقار، تدخل في عندك خاصية الاستعلام، تحط الرقم تتأكد. بمعنى أنه كل وسيط اليوم عنده إعلان يكون مدون هذا الإعلان ومسجل، صحيح، أنه هذا الإعلان عنده الوسيط. صحيح 100%. فبالتالي أنت تضمن بأنك تتعامل مع وسيط مرخص. اثنين، واحدة من الممكنات المهمة اللي وضعتها الهيئة العامة للعقار المؤشر الإيجاري. المؤشر الإيجاري هذا يساعدك في معرفة أنه هل السعر اللي انعرض عليك أصلاً منطقي أو لا. نرجع للحي حق يا هلا روتانا اللي قلنا فيه، إذا كنا قلنا معدل الأسعار فيه 50,000، أدخل على هذا المؤشر الإيجاري وأدور الحي، إذا لقيته لا كل الأسعار فيه 50، ليش هذا عرض عليه 20؟ فهذا يعطيك على الأقل مؤشرات معينة بالضبط. فبالتالي المؤشر الإيجاري مهم جدا زيارته قبل معرفة، قبل إبرام أي صفقة إيجارية، حتى تتأكد بأنه السعر منطقي ولا مش منطقي. ثلاثة، تأكد من وثائق التملك، وهذا لك الحق فيها، اطلب وثيقة تملك العقار اللي انت تبغى تستاجره، وهذه تقدر تشوفها حتى تطلع عليها عن طريق عقد إيجار اللي موجود في المنصة. إذا تأكدت من هذه الأشياء كلها، بالتالي أنت يعني خلنا نقول بحفظ الرحمن، خلاص الآن أنت عملت الأسباب اللي عندك، تأكدت بأنه كل شيء موثق مؤكد، وبالتالي تضمن بأنه العملية اللي قدامك هي عملية صحيحة. واحدة من الأشياء المهمة جمال البعض يغفل عنها هي زيارة العقار نفسه والاطلاع عليه. يا أخي روح شوف العقار، أنت بتدفع عليه مبلغ وقدره، بس مرات اروح وزي ما تفضلت بشكل مباشر حاول، لانك احيانا في عقار وهمي اصلا غير موجود. لذلك المهم قبلها زي ما قلت لك موضوع ترخيص الاعلان، اطلب منه ترخيص الاعلان، اذا بدا ما يعطيك هذه المعلومات اعرف انك في بدايه مرحله احتيال، ابحث عن غيره. طيب سقف معك يمكن على جانب الوسطاء العقاريين تحديدا، يمكن وارتباطهم في 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 مثل هذه العمليات، هو البعض منهم على اقل تقدير. استاذ عبد المجيد، اليوم التأصيل القانوني او كيف تقرؤون انتم ما يحدث اليوم من احتيال قانونيا، من هي الجهة خلاف الهيئة العامة للعقار المعنية ب يمكن التحقق من مثل هؤلاء الاشخاص وحتى ملاحقتهم؟ تكلم عن تشكيلات عصابية، تكلم عن افراد، كنا بأشكال الاحتيال، اليوم صرنا بأشكال ثانية. الجهة المختصة طبعا، لما نتكلم عن الجهة المختصة في ضبط مثل هذه الممارسات اللي هي ممارسات تأخذ شقها الجنائي، مراكز الشرط والنيابة العامة. الهيئة العامة للعقار علاقتها فقط في تنظيم العقار وما يتعلق بالتراخيص التي تصدرها الهيئة وفقا للأنظمة ذات العلاقة، وبالتالي لو تبين على سبيل المثال أن هناك مخالفا لترخيص ما، فنطاق عمل الهيئة في الترخيص ما لها علاقة بالحق الخاص. أجي اليوم أنا كضحية على سبيل المثال أقول والله أنا صار معها المرخص كذا 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 وبحقي الخاص، أنا ما لي علاقة، أروح للجهات المختصة المحاكم العامة فيما يتعلق ب المطالبة بالحق الخاص إذا كان في مثلا احتيال وحولت مبلغ معين وأريد إعادة هذا المبلغ، النيابة العامة ومراكز الشرط، ويبدأ البلاغ أو الشكوى تبدأ من مركز الشرطة ثم تحال إلى النيابة العامة وتأخذ إجراءاتها في نطاق الحق العام. فاليوم لما نتكلم عن الاختصاص، إذا ما أريد المطالبة بحق الخاص، أنا يعني دفعت مبلغ اليوم وأريد إرجاع هذا المبلغ، أتوجه مباشرة للمحكمة. جي مالك العقار عند وقوع الاحتيال سواء بإيجار أو بيع، هل عليه أي مسؤولية بعد الاحتيال؟ واحد جاء لقى واحد ساكن بشكته، أو واحد داخل بشكته قال لك أنا دفعت لك وتشاكلوا ويلا ويمين ويسار، هنا وش المسؤولية اللي تقع على مالك العين؟ لا شوف، الأصل وفقا للقاعدة، عندي قاعدة، في عندي مباشر وفي عندي متسبب، ممتاز. قد يكون هناك تقصير من مالك العقار
في مسألة مثلا تواصل مع المكاتب الوساطة أو المنشآت الوساطة، أو حتى إن لم يكن هناك مكاتب وساطة أو منشآت وساطة قد يكون هناك تقصير معين، لكن يدخل في دائرة المتسبب. وعند المباشر اللي باشر عملية الاحتيال واللي أوقعني كضحية في عملية الاحتيال والقاعدة التي تقضي في هذه المسألة وترتب هذه المسألة أنه إذا اجتمع المباشر مع المتسبب فيضاف الحكم إلى المباشر. بمعنى اليوم أنا علاقتي كضحية والذي يرتب على عاتقه المسؤولية القانونية رقم واحد المباشر. ممكن فيما بعد المتسبب، هذا إذا كان في بين المباشر المتسبب إجراءات، أو المتسبب يبي يصفي حساباته مع المباشر اللي هو الجاني، والله تعالى أنت استخدمت اسمي أو استخدمت عقاري أو كذا كذا كذا، فيكون في مواجهة المباشر اللي هو الجاني. لكن لما أجي أنا اليوم كضحية أبي أطالب مالك العقار، الأصل لا، أنه ما لي علاقة في مالك العقار ما دام مالك العقار ليس الفاعل الأصلي. وقعت عملية احتيال مالي، باختصارها وقعت عملية احتيال مالي عقاري على إيجار شقة معينة على سبيل المثال، وأنا كمالك عرفت أنه القضية وعرفت أنه في احتيال ورحنا للشرطة وفتحت القضية. الآن هل أمنع من التصرف في 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 سواء بالإيجار أو البيع لحين انتهاء القضية، ولا أقدر أتصرف فيها بحريتي؟ لا، الأصل زي ما قلت لك مالك علاقة، أنت مالي علاقة، خاصة إطلاقة. إذا كان المالك مثلا منح المسوق العقاري مثلا، أو كان بينه وبين المسوق العقاري اتفاقية تسويق وما إلى ذلك، وما لا علاقة، لأنه ما يتحمل مسؤولية لأنه مو مباشر ببساطة. لكن اليوم أنا كمعني بالموضوع وطالب من، إلا إذا ثبت فيما بعد أن هناك تواطأ أو هناك تشكيل عصابي يستعمل من خلاله مالك العقار هذا العقار لإيقاع الضحايا في الاحتيال المالي والحصول، هذا وارد، قد يكون هذا وارد. لكن اليوم المعني الأول بهذه العملية مين؟ هو الجاني اللي هو المباشر. طيب أسمحكم أن أنتقل لهذا الاتصال معنا المحامي سلطان، الأستاذ سلطان العنزي. مساك الله بالخير أستاذ سلطان. يا هلا، مساء النور، الله يحييك. يا هلا وسهلا أستاذ سلطان. كيف تقرأ اليوم أنت يمكن الاحتيال المالي العقاري الذي يحدث اليوم؟ يمكن الأستاذ تيسير أخذنا بجولة مختصرة عن رحلة الاحتيال التي تتم والياتها والأدوات التي يستخدمونها، أنت كيف تقرأها؟ أنا أولا عندي كم سؤال، إذا كان أحد الزملاء الحاضرين في الاجتماع معك من هيئة العقار أو من منصة إيجار، أنا وش أستفيد كمؤجر أو مستأجر أني أقوم بتوثيق عقدي في الإيجار في منصة إيجار ثم أتعرض للاحتيال؟ ما هي الحماية اللي راح توفر لي هالمنصة؟ هل هو فقط أن يعطيني عقد إلكتروني فقط، ولا يضمن لي أن الشخص المؤجر والمستأجر أشخاص حقيقيين يعني حتى ما يمارسون عليه النصب والاحتيال؟ لأن الحالات اللي حنا بصددها الآن أن فيه عمليات نصب واحتيال تمت من خلال استخدام المحتالين للمنصة، وهم عالمين بوجود ثغرة تقنية استخدموها المحتالين ونفذوا للمنصة وقاموا بالتأجير من الباطن، مع أن العقود لا تعطيهم حق التأجير من الباطن، وأيضا لا يوجد لديهم وكالات. فالحماية التي يجب أن توفرها لي المنصة هذه ما هي قبل الدخول في وجود مشكلة أو عدم وجود مشكلة؟ المنصة يعني تكلمت في دليلها أن الوسيط العقاري هو المسؤول. طيب الوسيط العقاري أجرني وقال لي أنا ما أدري عن شيء، واحد حط عندي إعلان وأجرتك واستأجرت ووثقنا وخلاص وجيت أسلم مفتاحي، أو رحت للكود اللي أعطاني إياه ودخلت لقيت في واحد قبلي موجود تقولي رح المحكمة؟ ما حلينا المشكلة الأساسية في الإيجار السابق، يعني الإيجارات السابقة كانت عقود ورقية والآن انتقلنا إلى عقود إلكترونية فقط. إذا ما تكون ورقي صارت على منصة، إذا المحاكم هي ما زالت تفصل في الموضوع هذا. فما هو دور منصة إيجار أو هيئة العقار في حل هذه الأزمة؟ هل هي فقط لضمان أن المؤجر يستلم أجرته؟ طيب الشخص الوسيط العقاري صار يأجر أكثر من مرة، وأيضا المحتالين أصبحوا يستخدمون الوسيط العقاري ويستأجرون رخصته ويقومون بالتأجير لأكثر من مرة، بل أنهم أصبحوا أذكياء الآن ما يأجر بأقل من نص السعر، يقارب لك السعر أو أقل منه شوي حتى ما تحس إن في نصب أو في احتيال، لكن تجد أنت الفرق والمؤجر والمستأجر يبحث عن الفرق، شيء طبيعي يعني. فلماذا لا تقوم المنصة ابتداء بمعالجة الخلل التقني
ثم محاسبة الأشخاص المتسببين من وسطاء عقاريين أو معلن عقاري والتشهير بهم، والقيام بالإعلان وحملات توعوية للناس حتى يعرفون مدى مخاطرة هذا الموضوع. وأغلب اللي تعرض لهالمشاكل هذه أغلبهم نساء، ترى تبغى تسكن شاي، عندها دورة ولا عندها مؤتمر ولا عندها ندوة لمدة شهرين أو ثلاثة، فتبغى تسكن، فتحدها إلى إلى نعم. إلى أن والله لا لازم تروح تشوفين العقار بنفسك. طيب إيش نعم. فائدة المنصة؟ المنصة جهة ثقة، يجب أن تكون يعني محل ائتمان وثقة أمام الناس، وإلا ما فائدتها؟ الفكرة واضحة. أشكرك جزيل الشكر المحامي الأستاذ سلطان العنزي. ستيسي، أول شيء خليني أكد أنه لا يوجد ثغرات تقنية في منصة إيجار إطلاقا. يعني الحمد لله، ترى حنا الآن يعني على مستوى المنصات التقنية الجهات الحكومية ترى وصلت مرحلة متقدمة جدا في الأمان والسلامة والضمان، لا يوجد ثغرات. اللي يوجد حاليا زي ما قلنا لكم أنه قد يمكن وسيط شخص آخر محتال، وبالتالي هو أعطاه الرقم وخلاه يدخل على الرقم، ما في ثغرة. فدخول المحتال للإيجار للمنصة عن طريق وسيط. عن طريق وسيط بالضبط. يعني ما في ثغرة تقنية حتى يتم اختراقها. وعشان كده احنا سمينا احتيال، لأنه لو في ثغرات فهو اختراق. لكن الاحتيال معناته أنت تمارس أو تحتال أو تلعب على شيء موجود صعب جدا اختراقه فتحتال عليه. فهو لا يوجد ثغرات تقنية، وهذا أؤكدها بشكل قاطع. لكن اللي موجود زي ما قلت لك هي ممارسات لبعض الوسطاء، ويمكن اللي أحلنا على سبيل المثال منهم. إذا نظام إيجار عندنا نظام قوي جدا، اليوم نتكلم عن 8 مليون عقد موثق في إيجار، يعني رقم كبير جدا وكله موثق مبين معكم بدرجة كبيرة جدا. مشعل، كم نسبة العقود خلينا نقول اللي وقع عليها الاحتيال من 8 مليون هذه؟ في نسبة عندكم؟ تبان إيه، لكن النسبة قليلة، لا تذكر أمام 8 مليون أبدا. لأنه زي ما قلت حتى أنت في بداية مقدمة الحلقة اليوم أنه هي حالات معدودة لكنها مزعجة، لأنه فعلا الحالات معدودة، لأنه ثغرات تقنية لا توجد في منصة إيجار، وإنما هي ممارسات تتم عن طريق بعض الوسطاء اللي يعطون أرقامهم السرية لمحتالين ينفذون العمليات نيابة عنهم. موضوع حتى التأجير يمكن اللي ذكره سلطان، تأجير التأجير الغير، في خاصية موجودة لدى المؤجر. أنت لما تجي تأجرني جمال، في عندك خاصية لما تأجرني أنه تعطيني الحق في أني أنا أؤجر غيرك، أؤجر في الباطن. هذا من المالك، من المالك نفسه. أحيانا يقع المالك بخطأ، فهي إيقونة موجودة ممكن يحط عليها صح أو يحط عليها خطأ هو ما يدري، فبالتالي أتاح للشخص الآخر أنه يؤجر. لكن هي خاصية موجودة وليست ثغرة قانونية، وبالتالي في إمكانية خاصة في موضوع الوعي فيها أنه يعرف أنه ثغرة تقنية. جمال، ترى واحدة من الإشكاليات اللي مو فقط في إيجار، يمكن في كل المنصات الإلكترونية بشكل عام، صار عند المستخدم ثقة بأنه أي شيء إلكتروني أسوي موافق 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 موافق، ما أقرأ. لا، أقرأ ودقق، مثل الورق بس هي إلكترونية، لكن اقرأ ودقق وتأكد من الشيء اللي موجود. يمكن كمان ذكر موضوع أنه عمليات الاحتيال تتم عن طريق المنصة، غير صحيح. لا يوجد عمليات احتيال تتم عن غير المنصة. زي ما قلنا لكم، هي محتال يقوم أو وسيط مرخص أعطى للأسف هذا الرقم حقه، أعطاه لمحتال مارس من خلاله إكمال العقود. المنصة الحمد لله احنا نتكلم عن قوة كبيرة فيها، حتى على موضوع القضايا ذكر قبل فترة إحصائية أنه بعد وجود عقود إيجار انخفضت القضايا في المحاكم العامة إلى أقل من 50% الخاصة بالإيجار. فأنت تتكلم عن تحسين العلاقة ما بين المستأجر والمؤجر، الحقوق والواجبات فيها واضحة بالعقد. الشيء مهم جدا، العقد اليوم عقد إيجار هو سند تنفيذي، سند تنفيذي من خلال هذا السند التنفيذي أنت لا يستطيع أحد أن يأكل لك أي حق، سواء كنت مستأجر أو مؤجر. وبالتالي حنا نتكلم عن منصة فعلا حلت مشاكل كثيرة في الإيجار، ولا زالت رحلة التطوير عندنا مستمرة على فكرة. يعني وهذا اللي حنعلنه بين فترة والثانية، بأنه في كثير من التحسينات والتطويرات اللي خلنا نقول اللي لها علاقة بالأنظمة داخل النظام. وعلى سبيل المثال خلال الفترة إن شاء الله الأولى من 2023 لن يكون هناك دفع للإيجار خارج منصة إيجار. هذا متى راح يكون؟ إن شاء الله بداية العام القادم، يعني ما بقل أقل من شهر. يعني ما في شيء يحول لي؟ ما في، خلاص الآن كل الدفع حيكون إن شاء الله من يناير إلزامي، كل الدفع حيكون عن طريق المنصة فقط. محفظة كأنك تشتري في المتاجر الإلكترونية، عندك محفظة، هذه المحفظة تغذيها تدفع من خلالها حتى نضمن
حركة المال وين تكون موجودة فيه. وبالتالي أنت تتكلم عن درجة موثوقية عالية إن شاء الله ستكون في حفظ حقوق الطرفين بالتأكيد. بسمع تعليقك، عندك تعليق أستاذ عبد المجيد على كان عندي تعليق على يمكن الأستاذ تيسير صرح الآن أنه بعد شهر ممكن يكون هناك إجراء آخر لعملية الدفع، لكن خلال هالشهر من الإجراءات الوقائية اليوم لما يوصلك عقد إيجار المسودة فيها بيانات الوسيط تقدر تأخذ رقم الترخيص حتى لو ما زودك وتدخل على منصة فنار اسمها الهيئة العامة للعقار وتتحقق من صحة البيانات، ولا تحول المبلغ إلا على الشخص المعني بالرخصة أو المالك، والمالك أيضا بياناته موجودة. فهذه واحدة من الإجراءات الوقائية. إذا دخل عليك طرف ثالث اعرف أنك دخلت في شك بالضبط. إذا المتصل لو الشخص اللي أنت تواصلت معه أو كذا قال لك حول، حتى لو كان مكتب عقاري أنت تعاملت مع مكتب عقاري مرخص، أي بمجرد ما خلصت وجاء بتدفع إذا قال لك المكتب حول على فلان اعرف أنك دخلت في مرحلة شك، لأنه دخل طرف ثالث غير معروف. والوقاية خير من العلاج، واليوم حنا نتكلم عن السلوك الواعي، يعني لا يمكن أن نغلق باب الاحتيال حتى مع تطور كل ما تطورت الإجراءات وتطورت الأنظمة وتطورت الجرائم. وبالتالي نتكلم عن السلوك الواعي كيف تحمي نفسك من الإجراءات الوقائية، منها على سبيل المثال التحقق من هوية الشخص اللي يتواصل معك، منها الوصول إلى مقر العقار والتحقق منه، منها أيضا في بعض الوسائل اللي يستخدمها المحتالين تتنبأ من خلالها أنه في شيء غلط، يعني مثلا يستعجلك على الدفع ترى في أكثر من واحد بكذا كذا، يستعجلك مثلا يقول لك ترى ما راح تلقى أقل من هالمبلغ في هالمنطقة أيضا، وأنت تبحث أكيد أنك ما يغريك يغريك. وهذه بالمناسبة هذا الوصف الجرمي الذي نص عليه نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، أنه واحدة من أركان جريمة الاحتيال ممارسة أو ارتكاب هذه الأفعال بالاحتيال من خلال الكذب غير الظاهر أو الخداع أو الإيهام. فهو يتعمد يستخدم أنه يخدعك أو يوهمك حتى يوقعك بقصدي نعم يوقعك كضحية. أخيرا ستيسير، وش الرسالة بتوجهها؟ أنا رسالتي يمكن للوسطاء بالتحديد. يعني أنا أقول لكل وسيط أنه أنت مؤتمن بهذه الرخصة اللي أخذتها، لا تستخدمها في غير مجالها، لا تمكن أحد من هذه البيانات، لا تكن طرف في جريمة التستر اللي عادة تكون يعني لها عواقب حتى على الاقتصاد الوطني، لا تساهم في منح بياناتك في إغواء والإضرار بأطراف أنت ما تعرف عنهم مقابل مبلغ مالي تأخذ آخر الشهر. إذا الوسيط العقاري خاف الله واتق الله في المهنة اللي هو أخذها والرخصة اللي هو أخذها، ثق تماما أنه قفلنا أهم أبواب التلاعب اللي موجود اللي عادة يتم عن طريق التستر أو حتى عن طريق أخذ البيانات واستخدامها بغير طرق مشروعة. جميل. أستاذ عبد المجيد في دقيقة كلمة أخيرة. أنا رسالتي أيضا للملاك لأنه علاقته مع الوسيط علاقة اتفاقية، ونظام الوساطة العقارية ولائحة التنفيذية ألزم الوسطة ببيانات معينة أثناء الإعلان أو التسويق عن المنتج العقاري. فرسالتي إلى الملاك احرص أن الوسيط يسوق لك ويلتزم بالحد الأدنى من البيانات المطلوبة. والرسالة الأخيرة أيضا للمستهلك، أقول له كن واعي واعرف مع من تتعامل وهوية الشخص الذي تتعامل معه، فالوقاية خير من العلاج. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد المجيد الموسى المحامي والأستاذ تيسير المفرج ومتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار. نتمنى أن تكون هذه الرسالة التوعوية اللي تحدثنا فيها اليوم تصل للعدد الأكبر من مشاهدينا اللي يتجنبوا ربما أي عملية احتيال قد تقع عليهم بالمستقبل. أخيرا نؤكد أن هناك موقع للهيئة العامة للعقار تستطيعون الرجوع إليه، ومن خلال هذا الموقع تستطيعون التأكد من الوسيط الذي تتعاملون معه ومن الإعلان الذي يحمله هذا الوسيط. لذا نهيب بالجميع اليوم ممن يرغب بإيجار وحدة سكنية أو يرغب حتى في الإعلان عن وحدة سكنية أن يتجهوا للهيئة العامة للعقار. وقرأوا البنود يا ناس قبل موافق. بعد الفاصل للعودة.